إذن مشاهدينا الكرام، نحن نتابع الآن على الهواء. الحقيقه الاصلاح الفرنسي الرئيس انا شايفه طبعا موجوده معانا الصحافه الامريكيه، مهم قوي او فرصه كبيره ان احنا نتحدث معهم عن تطورات الاوضاع على الاقل في مصر. انا عارف ان محل الكلام. I'd like to seize this opportunity of having US media with us to talk about the overall issues in the Middle East and how things are unfolding in this region. اولا انا عايز اؤكد لكم العلاقه الاستراتيجيه القويه بين مصر وبين الولايات المتحده والتي لم تتغير على مدى اكثر من 40 سنه. First of all, I'd like to emphasize the strength of the strategic relationship between Egypt and the United States that has not changed over 40 years. ودايما كان التفاهم المشترك في كل الموضوعات اللي بتخص قضايا المنطقه كان دايما التوجه فيها توجه واحد. There has always been common understanding regarding all the issues relating to this region. الموضوع دايما بيبقى دايما there is always a point that is the center of the debate that we appreciate very much, and this is the human rights part. واسمحوا لي لكم ان احنا يعني دائما في هذه الموضوعات بيبقى لينا مقاربه شامله اسمعوها مننا كمصر، وارجو انك تتابعونا معاها لان احنا حريصين ايضا على هذا الموضوع وعلى التطوير انفسنا فيه. In this particular regard we have a comprehensive approach that I'd like you to listen and hear from us about it and to follow it up because we are very keen on improving this file. احنا اطلقنا استراتيجيه لحقوق الانسان في مصر. We have launched a national strategy for human rights. Then we launched another initiative this year. لجنة العفو الرئاسي بتقوم بمتابعة القضايا المختلفة والقوائم اللي بيتم تقديمها بيتم يعني التوقيع والتصديق عليها. This was coincided with a committee for presidential amnesty. This is following up all of the relevant issues and all the lists that are suggested are being approved. أنا أتكلم كتير في حضرة فخامة الرئيس عشان اللقاء يعني، ولكن عايز أطمنكم إن الأمور في مصر تسير بشكل جيد. I don't feel that it would be very much appropriate to take all the time speaking while Your Excellency is here, but I just wanted to address in general. The topics that are of common interest. Your Excellency, I welcome you. I can listen to you much longer. I appreciate that. No, I'm serious. I appreciate that. Thank you. It's first of all, thank you for hosting the COP27. So it seems appropriate that you be hosting this environmental effort, and thank you for. You know, reminding us the urgency of this crisis. It is an urgent crisis, and we all have to do considerably more. And that's why we send our best to take care. And Egypt has been, by the way, a key mediator. كانت تلعب دورا أساسيا في هذا المجال. ولدينا شراكة قوية مع مصر وبالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية فإننا ناقشناها كذلك بالطبع كيف يمكن أن نتغلب على المشكلات ونستمر في هذا الحوار فيما بيننا. وأتطلع كذلك إلى المشاركة في كوب 27 وإلى استمرار. وأتمنى أن نتمكن من الاستمرار في هذا الحوار. شكرا، شكرا للغاية لاستضافتنا. فخامة الرئيس، شكرا على الاستضافة. نحن نتشرف بحضور مؤتمر المناخ 27 ولا سيما في هذه المنطقة من العالم المعروفة بأم العالم بأكمله، ونعتقد أن هو المكان المناسب لانعقاد هذه القمة. شكرا أيضا على تذكيرنا بالحاجة الملحة لمعالجة قضية المناخ. نحن ندرك أهمية هذا الموضوع في هذا الخصوص، وهو الوزير كاري، وهو الشق الذي بعثناه لكي يتعامل مع هذه القضية. وطبعا نشكر مصر أيضا على دورها في أنها تلعب دور الوسيط فيما يتعلق بالوضع بغزة، وفيما نواجه هذه الحرب الروسية على أوكرانيا. كانت مصر اتخذت موقفا رائعا بالنسبة لهذه القضية وتحدثت بصوت عال ضد ما يجري. طبعا اليوم لدينا كثير من القضايا المشتركة التي سوف نتحدث بشأنها، وسوف نستمر في حوارنا بشأن قضية حقوق الإنسان. طبعا كما كنا نتحدث في طريقنا إلى هذه الغرفة، من الصعب أن نصدق أنه قد مرت 100 عام على العلاقات المشتركة والثنائية بين مصر والولايات المتحدة، وأتمنى مع نهاية هذه الزيارة أن تكون علاقتنا أقوى وأن نكون أقرب من بعضنا البعض. وشكرا مرة أخرى على الاستضافة.